حياكم الله. طيب احنا في المراح رقم 3، والمراح هذا خاص بالفحل الابيض اللي موجود هناك. طبعا هذا من اطيب الفحول ولكنه كبير في السن، لذلك خوينا صاحب المراح يبغى يستفيد منه قدر الامكان، لذلك عزل له بعض الامهات الجيدات عنده هنا، لعل الله سبحانه وتعالى يجيب من انتاجه شيء مميز. طبعا هو كبير في السن ولكن ما شاء الله ايضا جرمه جيد. الان انا بروح بقوم الفحل اللي هناك وبوريكم ايضا عملية الترقيم. يلا يلا صح 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 صح. طيب هذه ما شاء الله تبارك الله، ابغاكم تشوفون الارقام اللي على الاذن. لاحظوا الرقم هنا، شوفون ما شاء الله تبارك الله. طيب شوفوا هنا الرقم، الظل اللي موجود هنا تلاحظون انه نوعا ما متقطع وكذا، ان شاء الله راح يغير ويوضع لها روكلين اخضر زي هذا او اي لون كان. في البدايات لما تستخدم هذا وانت ما تعرف له الروكلين تحاول انك تغطي فيه، الغالب انك تجد في السوق نوعين، نوع يمكن ربما ب 450 ريال ونوع ب 350 ريال، وتروح تشتري ابو 350 ريال لانك تعتقد انه افضل، ليس بافضل. شايفين كيف يتقطع في اليد؟ بينما الخاص بمنتج الراجحي الروكلين والخاص ببن طالب تمام، واعتقد الراجحي اسمه الجزيره او شيء زي كذا، هذا ضمانه 10 سنوات ما يتقطع، 10 سنوات والفرق تقريبا 100-150 ريال للروكلين اللي هو الظل. تركبه واذا جاء الشتاء تبغى تشيله ممكن تشيله، ممكن تغطيه ايضا، هو مناسب جدا. ايضا ما شاء الله تلاحظون المواليد هنا، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب الآن هذا المراح لاحظ انه مليء اكرمكم الله بالسمات تمام، وهذا لابد ان يزال، لذلك العمال الموجودين اليوم راح يشال كاملا بهذا الشكل تمام، وراح يوضع مكانه رمل. الرمل ممكن يكون بارتفاع تقريبا شبر او شيء زي الكلام هذا، بعدين تجتمع عليه الفضلات مرة ثانية ويزال الرمل كاملا وتبقى الارضية وهكذا. طبعا الناس اللي يشتغلون في المراحات والمراحات الكبيرة هم يعرفون نفس الطريقة هذه، لكن احنا حاولنا دائما نشرح للمبتدئين، للناس اللي حاب يطلع عنده نوع لكن يبغى يشوف نوع ثاني. ايضا عندنا الدجاج هناك تلاحظون قاعدين شغالين بشكل جيد، اي شيء يلقونه في المراح ياكلونه على طول، ايضا بقايا البرسيم بقايا الاعشاب اي شيء ينظفون على طول. يعني جيد انه يكون عندك في المراح على حسب العدد اللي عندك، ممكن يعني مع كل 10 رؤوس من الغنم من دجاجتين الى 3 جيده صراحه تؤدي خدمه. ما شاء الله الفحل هذا مبارك لكنه كبير في السن، هذا مدعوج هذا وعيونه ما شاء الله يصلح من أبطال المسلسلات هذول.
بس خلونا نصيد نوريكم عيونه. أعطنا نظرة بس. أنا ما راح أفك اليوم لين نشوفه إن شاء الله، لأنه مشغول هو، ما هو حولنا. ما شاء الله على الابتسامة. طبعا الأغلب عارفين إنه مع تقدم العمر تبدأ تبرز الأسنان ثم تسقط واحد ورا الثاني. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يلا نصيد لكم الآن إن شاء الله. الحين نصور الحلوين هذولا، هذا دورهم. ما شاء الله إنتاج طيب. يا هلا والله، حياكم الله. ما شاء الله، ظاهر الله أعلم شكلي باخذ لي من الأغنام هذه، بس طبعا بشوف خوينا هنا نحاول إن شاء الله أن الله يهديه. نحن ماخذين لا مدعوج ولا البرج، ناخذ أقل شوي ولا أندلس الأحمر، نرجع الأندلس. أندلس تعال، حكة خشم يا أندلس. أندلس تعال تعال. أندلس ها، جو ثاني. تعال 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 أنت. ما شاء الله، يلا تبارك فيهم. ما شاء الله، هذه بيضاء كاملة. لاحظ ما شاء الله انه شعورهم على عيونهم كذا. يلا نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لأخينا ويبارك لنا ولكم جميعا، والله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.